اهلا بيكم. فيديو جديد، فيديو رقم 16 من شرح منهج كونكت 4، منهج الانجليش بتاع سنه رابعه ابتدائي. حضر ورقه وقلم وتعالى نذاكر مع بعض كلمات يونت 1 ليسون 4. الكلمات بتتكلم عن الحلويات، desserts، flapjacks. يعني ايه flapjacks؟ flapjacks ده نوع من الحلويات او نوع من كيكة الشوفان، فطائر محلاة معمولة بالشوفان، عاملة زي بسكوت دايجستيف او اللي يعرف الجرانولا. الجرانولا هي عبارة عن شوفان بعسل بارز كده، بيبقى طعمها حلو. فالفلاب جاكس دي حاجة معمولة، حاجة كده يعني مشهورة في انجلترا، نوع من الفطاير بيتعمل من الشوفان، مشهور في انجلترا، فلاب جاكس. كوكيز، كوكيز دي اللي هي البسكوت اللي فيه تشوكلت شيبس، التشوكلت شيبس اللي هي التشوكلت الصغيرة دي اسمها تشوكلت شيبس، دي اسمها كوكيز. اوتس، شوفان، اوتس. الناس اللي هي بتحافظ على صحتها ما بتاكلش دقيق او اي حاجة معمولة من الدقيق، تستبدل الدقيق بالشوفان. الشوفان بيبقى صحي اكتر ومفهوش جلوتين. هاني، عسل، هاني. كيك، كيكة، كيك. بليت، طبق، بليت. try a little، لما تقول لحد تعالى جرب، خد كده قطمه كده دوق، عايز تخلي حد يجرب حاجه معينه بس هي جديده عليه، فتقول له جرب. try a little، try a little، try a little. one day، يوما ما. I'll be at the place I always wanted to be. يوما ما هبقى في المكان اللي انا كان نفسي اروحه دايما. one day، يوما ما. British، بريطانيا، British. sad، حزين. a bit worried، قلقان شوية. worried يعني قلقان، a bit معناه قليلا. a bit worried. excited معناها فرحان كده وبيتنطط ومزقطط. excited. apartment معناها شقة. apartment. arrive at، يصل إلى. arrive at. friends معنى أصحاب. صديق واحد بس، مع هي هنشيل حرف الاس تبقى friend، صاحب أو صديق. parents، الوالدين، الأب والأم. smile معناه يبتسم. smile. talk together a lot، يتحدثون مع بعض كثيرا، يعني اتنين بيتكلموا مع بعض. talk together a lot، بيتكلموا على طول مع بعض. talk together a lot، كتير. لو عايز تقول حاجة، ان حاجة انت هتعيدها تاني، هتقولها ازاي؟ تحط قبلها re بس كده. يعني مثلا لو قلت انا ايه، دهنت الأوضة دي وعايز ادهنها تاني، هتقول I will، أنا هدهن the room again، أنا هدهن الأوضة تاني. طب لو عايزين نشيل كلمة again وتعبر إن أنت هتدهنها تاني، هتحط إيه؟ re. هتقول I will repaint the room، أنا هعيد طلاء الأوضة، معناها إن أنت دهنتها مرة وهتعملها تاني. do يفعل، redo يعيد عمل، paint repaint، clean ينظف، reclean، made remade، did redid. re معناها ان انت بتدي معنى ان انت هتعيد الحاجة دي تاني، ومش لازم تستخدم again. خلاص انت يعني كلمة again دي مش لازم تحطها في الجملة لو انت هتستخدم re. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير لاصحابك، ولايك وسبسكرايب على اليوتيوب، وفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها جديد لسن رابعة ابتدائي. وكمان بنزل فيديوهات تانية لزيادة مهارات اللغة الانجليزية. لو انت اب وعايز، ولي امر وعايز تزود مهاراتك في الانجليش،
هتلاقي فيديوهات انا بعملها شرح انجليش من افلام، وهتلاقي phrasal verbs، وهتلاقي grammar، وهتلاقي الشروحات التانية في اللغة الانجليزية، مش شرط منهج سنة رابعة ابتدائي.